السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء الخاصة بالسنة الأولى إعدادي، ألا وهو التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. إذا في هذا الدرس، بعدما رأينا أنه في الدارة الكهربائية شاهدتم فقط تركيب المصباح الواحد، سنتعرف الآن كيف سيكون الأمر إذا كان لدينا أكثر من مصباحين، بمعنى 3 مصابيح، 4 مصابيح إلى آخره، مصباحين إلى وما فوق. إذا وهكذا سيكون لدينا تركيبين مختلفين. فإن رأينا التركيب الأول لدينا هنا، فلاحظوا عندي عمود، عندي مصباح، ولكن لاحظوا إذا ها هو العمود وعندي مصباحين كيكونون كلهم دارة واحدة، وكنلاحظوا أن المصابيح مركبة جنبا إلى جنب. في هذه الحالة شنو كنقولوا؟ كنقولوا أن المصابيح مركبة على التوالي، ولكن هنا لدينا مصباحين على التوازي. علاش؟ لأنه كنلاحظوا أن هذا المصباح مرتبط بالعمود وهذا المصباح مرتبط بالعمود. ترى فما هي مميزات كل تركيب؟ إذا هذا التركيب عنده سلبيات. علاش؟ أول سلبي هو أنه وقت ما زدت مصباح كنقص الإضاءة. مثلا نفترض أن إضاءة المصباح في بداية الأمر كانت بهذا الشكل، بمعنى أنها كانت قوية، ملي زدت حداها المصباح كأنهم سيقتسمون شدة الإضاءة، بمعنى أنه غادي تولي هذه مضوية وهذه مضوية، ولكن كيولي الضوء ناقص. ثم إلا زدت بولة أخرى كينقص، وغادي وكينقص حتى كيولي خفيف بحال الشبعة. إذا في هذه الحالة كلما أضفنا مصباحا تنقص شدة الإضاءة، هذا الشيء ما خدامش ليا أنايا. ثم ثانية، إلا مشى حتى خسر مصباح، نفترض هذا المصباح خسر، طال خسر، إذا ملي كيخسر كيولي ما خدامش، ملي كيولي كيخدام ما خدامش، كيولي بحال إلا ولات عندي الدارة الكهربائية مفتوحة، وبالتالي حتى المصباح الثاني ما هيشعلش. إذا أتلف أحد المصابيح تنطفئ المصابيح الأخرى، وإذا قمت بإضافة مصابيح فإن تلك المصابيح بكل بساطة تنقص إضاءتها. إذا في هذه الحالة نلاحظ أن في التركيب على التوالي لدي سلبيات، حيث أنها كلما زدت المصباح كنقص الإضاءة، ولا تسوطر واحد كلشي الآخرين كيسكتو حيت كتولي عندي الدارة الكهربائية مفتوحة. ولكن في التركيب على التوازي، إذا كانت مثلا شدة إضاءة المصباح بهذا الشكل، وخزت مصباح كتبقى شدة الإضاءة كما هي، زدت مصباح اخر كتبقى شدة الإضاءة كما هي، زدت 10 المصابيح حتبقى شدة الإضاءة المصباح كما هي. ولكن تاتي تسول مع راسك تقول لي واه كيفاش حنا كنزيدو في المصابيح وكيبقى الجهد ديال الضوء هو عبر انني اشتغل بعمود واحد؟ فعلا هذه مميزات. انت كتزيد بولة كتبقى البولة مضوية، كتزيد بولة ثانية كتبقى البولة مضوية، كتزيد البولة الثالثة كتبقى مضوية بنفس الجهد. إذا علاش منين كيجي هذاك الجهد؟ باختصار هنا إلا زدت بزاف المصابيح مركبة على التوازي كنحتفظ بنفس الإضاءة، ولكن ماذا سيحدث للعمود؟ العمود سينفذ بسرعة. إذا العمود غيتقادى بالزربة، غيتقادى العمود بالزربة، حيت درتي بزاف المصابيح مركبة على التوازي وكل وحدة فيهم كتاخذ الطاقة ديالها، وبالتالي هذا واحد الجانب يقدر ما تسمعوهش نتوما في القسم، غير باش تعرف علاش هذا ملي كيجي الجد. ثم الجميل في الأمر هنا أنه إذا أضيف أحد المصابيح، مثلا هذا المصباح تصوت ما بقاش خدام، ها هو المصباح الآخر كيبقى شاعل لاحقاش، لاحظوا ها هو تصوت، وإلا كاع تصوت في الآخر هذا المصباح راه مرتبط بالعمود، ماليش علاقة بهذا المصباح يتصوت يتحرك ما يتحركش، كل مصباح مرتبط بالعمود. واخا ندير أنا 3 مصابيح على التوازي، ها هو على التوازي، وتصوت هذا غيبقى خدام حيت مرتبط بالعمود بوحدو، وهذا مرتبط بالعمود، وبالتالي لن يؤثر المصباح الى تصوت على شي واحد اخر. هذا مزيان. من هنا نستنتج ان التركيب الكهربائي في المنزل تركيب على التوازي. طبعا لماذا؟ لانه نفس الضو ديال البيت مكيطفاش مع الضو ديال الكوزينه والضو ديال المرحاض والضو ديال المراح والضو، طبعا لا وشوفوا. إذا في هذه الحالة التركيب الكهربائي المنزلي هو تركيب على التوازي. معلومة أخرى، كنلاحظوا أن في التركيب على التوالي عندي دارة كهربائية وحدة، ها هي هذه دارة كهربائية بحال قلت دائرة وحدة، بينما في التركيب على التوازي كيكون عندي دارات، ها دارة ها دارة ها دارة. وشوفوا
من الجهة الأخرى هناك مفهوم سنتعرف عليه وهو مفهوم العقدة في التركيب على التوازي. لاحظوا جيدا، هذه تسمى عقدة. لماذا؟ العقدة هي النقطة التي يلتقي فيها أكثر من سلكين. مثلا لاحظوا في هذه الحالة، ها سلك ها سلك ها سلك، إذن هذه كنسميها عقدة، هذه هنسميها عقدة، سلك سلك سلك، هذه هنسميها عقدة، هذه هنسميها، واش هذه هنسميها عقدة؟ لا، هذه دور واحدة، واش هذه هنسميها عقدة؟ لا. بينما في التركيب على التوالي لن تجد أبدا أية عقدة، دائما لاحظوا ما كاينش بلاصة كيتلقاو فيها أكثر من ثلاثة أسلاك. إذا هذه من مميزات التركيب على التوازي، ورأينا فائدته، تعرفنا على التركيب على التوالي، وتعرفنا على بعض المميزات وإن كانت هي تسمى سلبيات. وشوفوا فعلا الا لبست انا بزاف المصابيح ما يتقادش الباتري دغيا، حيت الباتري كيعرف بحال من صباح واحد، ولكن التركيب على التوالي ما خدامش ليا انا. بمعنى انه الاستاذ اللي عطاك شي مشروع كهربائي تصايبو في الدار، خاصك تصايبو بالتركيب على التوازي. هذا طبعا الاستاذ يقدر يقول لك صايب ليا شي، صايب ليا شي مازير كهربائي، ولا شي تركيب كهربائي يعطيك عليه النقطه. طبعا الا مشيتي ركبتي المصابيح على التوالي، بمعنى على التوالي بمعنى بهذا الشكل باش نرسمو حقيقيا. مثلا ها هو ها المصباح، ها المصباح. اذا الا مشيتي ركبتي على التوالي، غادي دوز السلك هنا وسلك تحت، عاوتاني هاد السلك غيمشي هنا وسلك تحت، وغادي تربط كلشي بالعمود. اذا في هاد الحالة انت صايبتي دابا تركيب على التوالي. الا تصطات لك هادي الاخرى كتسكت. ايوا في هاد الحالة خاصك تصايبو نتا على التوازي. نتمنى اعزائي التلاميذ انكم تكونوا استفدتوا مزيان، فهمتوا فقط التركيب على التوالي والتوازي. غادي تلقاو اسفل الفيديو الدرس مفصل اكثر وملخص بالاعداد ديالي. دمتم اوفياء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.